مشوار حياة نبيها حدارة. نبيها حدارة، مشوار حياة نبيها حدارة. نبيها حدارة في سطور، ولدت ونشأت في طرابلس الفيحاء شمال لبنان. تلقت علومها الابتدائية والتكميلية في مدرسة الصلاح الرسمية للبنات في محلة أبي سمراء. درست لسنتين في ثانوية الزهرية للبنات والسنة الثانية عشر في معهد بينغستون سيدني أستراليا. التحقت بجامعة غرب سيدني وحصلت على دبلوم وليسانس في اللغات، كما حصلت على دبلوم في التعليم وعلى شهادة في الترجمة ودبلوم في سكرين أند ميديا من أستراليا سيدني. عملت كمدرسة في المدارس الابتدائية والتكميلية الحكومية في سيدني ولا تزال. التحقت بدورة إذاعة وتلفزيون في قسم جامعة مكواري غرب سيدني، وعملت في الحقل الاجتماعي كموظفة في جمعية أبناء المنيا الخيرية وما عدد من المؤسسات الرسمية. لها ثلاث كتب. أول كتاب وايفز أمواج كتب باللغة الإنجليزية وثم بالعربية. القصص الأخرى 12 قصة بعنوان حياة كما ترجم إلى اللغة الإنجليزية. الكتاب الثالث بعنوان الحب اللي كان سيصدر قريبا بإذن الله. الكتاب الحب اللي كان بين يدي الآن لم يصدر بعد، وإن شاء الله في السنة هذه سيصدر قريبا. يتحدث عن أبناء طرابلس والكرة الشمالية، مزيج من حياتهم مع شخصيات أخين شوقي ومعين وفتاة أتت إلى من فلسطين، ولدت في لبنان وترعرعت وتزوجت من شوقي اللبناني مالك الأراضي الزراعية في سهل عكار. كما لدي قصة أمواج كما ذكرت لكم. أمواج تتحدث عن أسرة عائلة انتقلت من القرية إلى المدينة وعاشت مع أولادها ثم هاجرت إلى أستراليا. القصة الأخرى كما ذكرت قصة حياة، قصص عديدة. مشوار حياة مع نبيها حدارة، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم.